هي المسؤولة، كل اللي بصير في الناس هذا ليش متوزع بحق الله؟ أنا قاعد في المدرسة وبشوف بعينيا والله ناس معينة بودولهم وناس ثانية لا، طيب ليش يا عمي؟ يا عمي حرام حرام الأمم المتحدة تطلع علينا يا عمي، إحنا قاعدين بنموت ألف مرة كل يوم يا راجل، حرام اللي بصير في الناس.